العلاقات المصرية الكرواتية تكتسب أهمية كبرى، ويحرص الجانبان على مواصلة العمل لتطويرها وتعزيز التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية. تؤيد كرواتيا مصر في معظم القرارات التي تتقدم بها في المحافل الدولية، وتتبادل التأييد معها في الترشيحات للوظائف الدولية. وقد أصدر البرلمان الكرواتي قرارا بتشكيل مجموعة الصداقة مع مصر بالبرلمان الكرواتي، وشملت عددا من أهم الشخصيات البرلمانية في كرواتيا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك توافقا بين مصر وكرواتيا حول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش، أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تسعى للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة وتسعى للتعاون مع الشركات الكرواتية. وأكدنا كذلك خلال المباحثات أهمية العمل على النهوض بالتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي لا يتناسب حاليا مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين، والتي نتطلع لتطويرها خاصة بعد أن أصبحت كرواتيا أحد الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبي. الأمر الذي يمكن معه المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري من جانب، وتعزيز أمن الطاقة في منطقة جنوب ووسط أوروبا من جانب آخر. وتم كذلك خلال اللقاء مع فخامة الرئيس التنويه إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في مجال إنتاج الطاقة ومواردها، سواء كان ذلك من خلال اكتشافات الغاز بمنطقة شرق المتوسط وإنشاء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط ومقرها في مصر.